السلام عليكم، سنة رابعة حبايب الشطار. بنراجع مع بعض وفي نفس الوقت بندي الوحدة الجديدة عشان امتحاناتنا. احنا النهاردة بإذن الله هناخد الوحدة الثانية اللي هي الهندسة، وأول درس فيها بعنوان التطابق. طيب الوحدة الثانية والوحدات الجاية بعد كده سهلة جدا، كل درس فيهم هياخد مننا فترة واحدة بس، فيديو واحد بس هينزل بأهم الأسئلة على الدرس وإزاي نحله. طيب الوحدة الأولى برضو وإحنا بناخد الجديد بنراجعها أول بأول، بنراجع القصور، بنراجع الأعداد العشرية، بنراجع التقريب، لأن الوحدة الأولى في سنة رابعة الترم تاني من أهم وحدات المنهج بتاع رياضيات سنة رابعة. طيب الوحدة التانية عندنا إيه يا مس؟ عندنا بعنوان التطابق، بعنوان التطابق. طيب أول حاجة إيه رمز التطابق؟ رمز التطابق اللي إحنا أخدناه قلنا ثلاث شرط متساوية فوق بعض، ده بقول عليه يطابق يطابق تطابق، ده رمز التطابق. أول ما أشوفه يبقى أنا عارف العلامة دي هي ده علامة التطابق. طب إيه بس الأسئلة اللي أنت جايبها لنا دي؟ هي دي الأسئلة الواردة بامتحانات المحافظات على التطابق، اللي الأسئلة اللي جت في الامتحانات السنين اللي فاتت على درس التطابق، ومع أول سؤال فيها بيقول لي يتطابق المضادعان إذا كان. إحنا قلنا المضادع يا ولاد بيتكون من عدة قطع مستقيم، سواء ثلاثي سواء رباعي خماسي ثلاثي، ده شكل مضلع، بيتكون من قطع مستقيمة وبيتكون من زوايا. طيب هي فين القطع المستقيمة؟ تعالى عندك هي كم قطعة مستقيمة؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. طيب يا مس ليه كام زاوية؟ برضو عدد أضلاعه بتساوي عدد زواياه بتساوي عدد رؤوسه. زوايا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، يبقى ده عدد المضلعات بتتكون من قطع مستقيمة اللي هي الأضلاع وبتتكون من زوايا. فيجي السؤال يقول لي امتى يتطابق المضلعات؟ هقول له لازم يتحقق شرطين، ايه هما الشرطين يا مس؟ إذا كان الأضلاع والزوايا المتناظرة متساوية، الأضلاع والزوايا، يبقى أنا هكتب له هنا كلمة إيه؟ الأضلاع والزوايا. يعني ايه المتناظره؟ المتقابله، كل ضلع هنا بيقابل ضلع في المضلع الاخر، كل زاويه بتقابلها زاويه في المضلع الاخر، يبقى كلمه الاضلاع والزوايا. طب ما جابليش الكلمه دي، انا بكملها بقول له الاضلاع والزوايا المتناظره متساويه. السؤال الثاني القطران مستطيل، انا عندي مستطيل اهو، من النقطة دي للنقطة دي موصلاهم ببعض. مين شاطر يقول القطعة المستقيمة دي اسمها ايه؟ لا اسمها قطر. اسمها ايه؟ قطر. واحنا عرفنا قبل كده الفرق بين الضلع وبين القطر، قلنا الضلع هو القطعة المستقيمة، الضلع الضلع دي يا ضلع هو القطعة المستقيمة الواصلة بين رأسين متتاليين. طب القطر هو القطعة المستقيمة التي تصل بين رأسين غير متتاليين، يبقى القطر غير متتاليين مش ورا بعض، إنما القطعة المستقيمة واصلة بين رأسين متتاليين. طيب القطر ده عمل إيه في المستطيل؟ قال لي القطر ده قسمه لمثلث ومثلث، كم مثلث؟ مثلثين. من هم المثلثين دول؟ قال لك مثلثين متطابقين، يعني المثلث اللي فوق ده بيطابق المثلث اللي تحت ده قد في المساحة. تمام. قال لك شرط تطابق المربعات، شرط تطابق المربعات، قال لك في عندي المربعات والمستطيلات شرط مهم جدا. ايه المربعات؟ قال لك انا عندي مربع، انا عارفه من خواص المربع يا ولاد هو ايه؟ بيتكون من اربع اضلاع متساويه، الاربع اضلاع بتوع المربع متساوي، يعني لو عرفت فيه طول ضلع انا عرفت الباقي، لو طول ضلع فيه بتلاتة انا عارفة ان الباقي ده تلاتة 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 تلاتة، ضلع بخمسة ده بخمسة بخمسة بخمسة، يعني كافي في المربع اللي انا عارف طول ضلع واحد فيه. يبقى بيقول لك يتطابق المربعات اذا كان طول ضلع احدهم ايه يا ولاد؟ يساوي طول ضلع الاخر، طول ضلع المربع الاخر او طول ضلع الاخر، المربع هو الاخر. يعني لو عنده مربع طول ضلعه خمسة يطابق مربع طول ضلعه خمسة، مربع طول ضلعه ستة هيطابق مربع طول ضلعه ستة، وهكذا. يبقى لازم طول ضلع المربع الأولين يساوي طول ضلع المربع التاني، لما مربع طول ضلعه يساوي طول ضلع المربع التاني قول على المربعين دول إنهم مربعين إيه؟ متطابقين. طيب المستطيل قلنا المستطيل لطول وليه
عارف. طيب انت يا طبقة المستطيلان، لو طول المستطيل الأول يساوي طول المستطيل الثاني، وعرض المستطيل الأول يساوي عرض المستطيل الثاني. طب يا مس بقى نقعد أقول الطول والعرض كده أعمل إيه؟ إحنا عارفين إن الطول والعرض لهم اسم تاني اسمهم إيه؟ بعد. بعد يعني إيه كلمة بعد ده؟ يعني الطول ويعني العرض. فلما يجي يقول لي يتطابق المستطيلان إذا كان بعد أحدهما يساوي نقط، أقول له يساوي إيه؟ هقول له يساوي بعد المستطيل الآخر. تمام. قال لك يتطابق مربع طول ضلعه كام يا ولاد؟ تعالوا نبلغها كده مع بعض. 5. هيبقى مع مربع طول ضلعه كام؟ شطار، مع مربع طول ضلعه 5 سنتيمتر. طيب تعالى نشوف السؤال ده لو جاي لي بطريقه ثانيه. هنا قال لي طول ضلعه وطلب مني طول ضلعه. طيب لو عطيني طول الضلع وطلب مني بقى مش طول الضلع، طلب مني المحيط. طلب مني ايه؟ المحيط. تعالى نكتبها في مكان ثاني. يبقى لو مربع طول ضلعه نفرض يا ناس هو مثلا 7 سنتيمتر. تمام؟ يطابق مربع طول ضلعه نقط. نفس المسألة بس عاوز مربع يطابق مربع محيطه نقط، يطابق مربع مساحته نقط. طيب انت يا مس تعالى نشوف سؤال، سؤال بيجي ازاي؟ قال لك مربع طول ضلعه 7، انا عندي مربع طول ضلعه 7. احنا قايلين شرط تطابق المربع عن ايه؟ اذا كان طول الضلع الاول بيساوي طول الضلع الثاني، يعني الثاني ده هيبقى كام؟ زيه بالظبط، ده 7 يبقى ده ب 7. تمام. قال لك مربع طول ضلعه 7 يطابق بقى المربع ده عاوز ايه؟ محيطه. هو المربع هيبقى طوله كام؟ زي الاولين 7، ده طول الضلع. طب المحيط بيجي ازاي؟ المحيط بيجي طول الضلع فيه 4. يبقى لازم قوانين المحيط والمساحة مهمة يا ولاد. طول الضلع في 4، طول الضلع 7، 7 في 4 ب 28 سنتيمتر ممتازين. طب لو طلب مني المساحة اجري على طول وافكر قانون مساحة المربع كان ايه؟ كان طول الضلع في نفسه، طول الضلع في نفسه. طول الضلع كام؟ 7. يبقى 7 في 7 بيساوي 49 سنتيمتر. صح اللي انا عملته ده؟ لا غلط طبعا، المساحه سنتيمتر مربع. يبقى لو جاب لي في الاختيارات السؤال ده وقال لي 49 سنتي و 49 سنتيمتر مربع اختار ايه؟ لو مساحه المساحه وحده مربع اختار 49 سنتيمتر مربع. السنتي ده اطوال مش مساحه. نرجع لاسئلتنا تاني. إذا تطابق مضلعان فإن أطوال أضعاف المتناسقة هتكون إيه الأطوال؟ إحنا قايلين إن شرط التطابق التساوي، يبقى لازم تكون إيه يا ولاد؟ متساوية. متساوية. طب يا مس متساوية في إيه؟ هروح أبص، أنت كنت عاوز أضلاع ولا زوايا؟ قال لي أضلاع، يبقى متساوية في الطول. طب لو كان عاوز زوايا تبقى متساوية في إيه؟ ممتاز، الزوايا في القياس، إنما الأضلاع في الطول. طيب الشكل ده، الشكل ده إيه؟ مثلث. واعطيني مثلث ودائرة ومتوازي. ده سؤال سهل يا مس وحلو. السؤال السهل ده كان أسئلة من أسئلة الامتحانات من سنة من السنين. يبقى المثلث ده هيطابق مين؟ قال لي هيطابق المثلث طبعا، مش هيطابق الدائرة، مش هيطابق المتوازي. تمام؟ تمام يا شطار. واجبنا يا شطار على الدرس ده كتاب المدرسة صفحة 28 تمارين التطابق، السؤال 1 و2 و3، وبإذن الله في الفيديو التاني هنراجع أسئلة الواجب بتاعة الدرس اللي قبل. انتظروني في فيديو جديد مع درس جديد وبعنوان الأشكال المتماثلة وخطوط التماثل.